الخارجية تعبر عن قلقها إزاء هجوم إسرائيل على رفح. المستشار النمساوي يربط الجنسية بالالتزام بالاعتراف بإسرائيل. استمرار برنامج عمل الحكومة بشكل متناغم مع التحديات. النمسا تتجه لإنهاء التعامل مع الغاز الروسي. اعتقال 725 مهرب للبشر العام الماضي. وتسجيل 60 حالة إصابة بالحصبة في النمسا. وأخيرا اعتقال والدي طفل في فيينا بتهمة قتل طفلهم الرضيع. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. فقد أعربت وزارة الخارجية النمساوية عن قلقها من التصعيد العسكري المحتمل في رفح، داعية إلى حماية المدنيين بشكل كامل. وأعلنت النمسا دعمها للانتقادات الدولية للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة، وشدد بيان للخارجية على ضرورة توفير فترات هدنة إنسانية لسلامة الرهائن ودخول المساعدات. كما أكد البيان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب المنفذ من قبل حماس. أعلن المستشار النمساوي كارني هامر عن عقد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل بهدوء، مؤكدا على عدم وجود مشاكل مع أي من الأحزاب بما في ذلك تلك المتمثلة بالجانب اليميني. وشدد نهامر خلال زيارته لمدينة غراتس على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد كموقع تجاري وتعزيز البنية التحتية لرعاية الأطفال وتشجيع الاستثمارات، مضيفا أن الحصول على الجنسية النمساوية يتطلب الالتزام بالقيم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. أكد نائب المستشار النمساوي فيرنا كويلر أن الحكومة تهدف إلى تعزيز التنمية وتخفيف العباء المالية عن المواطنين خلال الأشهر المتبقية حتى الانتخابات في سبتمبر. وأشار كوغدر إلى أن البرنامج يتضمن دعما للوظائف في الصناعة وتعزيز الإسكان البيئي والاجتماعي وخفض معدلات البطالة وتقليل عدد العمال المفصولين، إضافة لتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو الإسكان غير الربحي والطاقات المتجددة. أعلنت شركة أوم فاول للطاقة إلغاء مشروع خط أنابيب يربط شفيخات في النمسا السفلى مباشرة عبر سلوفاكيا بالشبكة الروسية بعد محاولات استمرت لمدة تقارب 20 عاما. وعللت الشركة سبب الإلغاء إلى الانتقال المتزايد نحو الطاقة المتجددة، حيث فشلت في الحصول على التراخيص اللازمة من الحكومة السلوفاكية. وأكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جيفيسلر على ضرورة الانسحاب من عقود توريد الغاز المبرمة بين شركة الطاقة الوطنية أومفاو وشركة غاز الروسية وشركة غاز بروم الروسية بحلول الصيف المقبل. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه تم القبض على 725 مهربا للبشر على الرغم من انخفاض طلبات اللجوء إلى النصف في العام الماضي. وأكد كارنر أن مكافحة مافيا التهريب تتطلب تعاونا دوليا، مشيدا بدور النمسا في هذا المجال. وأوضح أن فرقة عمل غرب البلقان التي أسستها النمسا لمكافحة الإتجار بالبشر تعتبر نظام إنذار مبكر ومركز للمعلومات، وقد تم توسيع نطاقها مؤخرا لتشمل تركيا. وشدد الوزير على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات. أعلنت الوكالة النمساوية للطاقة والأمن الغذائي عن زيادة حالات الحصبة لتصل لـ60 حالة مؤكدة في 6 ولايات حتى الآن. وأشار التقرير الصحي إلى تصاعد الأمر مع توقعات بالمزيد من الحالات، حيث من المتوقع أن تصبح النمسا رائدة في أوروبا. وحذر الخبراء من مضاعفات المرض مشجعين على التطعيم، لأن نسبة التطعيم لا تزال دون المطلوب. وتظهر التحاليل تغييرات جينية في الفيروس، لذلك دعا الأطباء لسرعة التدخل والتطعيم
للسيطرة على الانتشار. قررت محكمة فيينا حبس والدي طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر احتياطيا بسبب الشبهة في وفاته الثلاثاء الماضي. وأعلنت المتحدثة باسم المحكمة أن قرار الحبس تم اتخاذه بناء على خطر التلاعب بالأدلة وارتكاب جريمة، حيث يشتبه في أن والدي الرضيع وهما من أصول صربية قد تسببا في وفاته بسبب إصابات محتملة. وكانت السلطات قد اعتقلت الوالدين ونقلتهما إلى السجن بناء على طلب من النيابة العامة ريثما يتم التحقق من ملابسات الوفاة. مشاهدينا ومتابعينا على إنفوجرات، كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ودائما لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل التطبيق على هواتفكم. كنت معكم اليوم أنا أحمد مراد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.